بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه في ظاهر قول الخراقي وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء. والمشهور عن أحمد وجوب الغسل، وأنكر أن يكون الماء يرجع. قال: وأحب أن يغتسل. ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافه، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة فيجب الغسل بها. فصل. فأما إن احتلم أو دامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني، فالمشهور عن أحمد أنه لا غسل عليه. وفي رواية ثانية: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج قبله اغتسل. وفي رواية ثالثة أنه عليه الغسل بكل حال، وهو مذهب الشافعي. فصول يذكرها محمد بن قدامة رحمه الله. يقول لنا: إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة، لو أن الإنسان سارت شهوته فأحس بأن المني حيخرج منه فأمسك فرجه بيده ومنع خروج المني فلم يخرج، هل يجب عليه غسل في هذه الحالة مع أنه استشعر فوران شهوته واستشعر أن المني كاد إن حصل انتقال؟ هنا مسألة يختلف فيها الحنابلة مع جمهور العلماء. عند الحنابلة يعتبرون أن من موجبات الغسل انتقال المني، انتقال المني يعني أنه خرج من الوعاء بتاعه انتقل خلال قنواته حتى ولو لم يخرج. الجمهور يقولوا لا، الأحكام معلقة بأنه صار جنبا، يعني خرج منه الماء وتباعد عنه هذا الماء فصار الآن جنبا، يبقى عليه أنه ليس عليه غسلا إذا كان مثل هذه الحالة أنه منع خروج المني. هنا بيقول لنا أنه إحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء أنه لا غسل عليه، لكن المشهور في المذهب أنه يجب الغسل. وأنكر أن يكون الماء يرجع، ودي لها محل من النظر، لأن العادة أنه يعني كلام جمهور فقهاء كلام فقهي كلام سليم، أنه ما خرجش المني يبقى على ذلك هيغتسل ليه؟ الحكم معلل بعلة أنه صار جنبا، يعني خرج منه الماء الدافئ، هذا لم يخرج منه يبقى ما يلزموش غسل. لكن برضو كلام الإمام أحمد راجع لغالب الحال، غالب الحال في هذا الشيء انه مش ممكن ينتقل المني من مكانه لغايه مجرى البول وحيرجع مره ثانيه، ما بيحصلش، ولكن العاده انه يمكن يتوقف شويه، بعد فتره هيروح نازل هذا المني، مش هيرجع لوعاء المني مره اخرى. لذلك احتاطوا وقالوا يبقى يغتسل، قالوا يغتسل. الجمهور هيقولوا برضه بالغسل، بس امتى؟ يقول لك لما ينزل، لما ينزل الماء. فعلى ذلك هنا احتاط الحنابلة انه انتقل المني من مكان لمكان، يبقى على ذلك بعيد قوي انه يقف وانه ما يخرجش، لا هيخرج. فهم كانه نظروا للنتيجه، النتيجه انه خارج خارج يبقى خلاص يلزم الغسل بهذا الشيء. لكن الجمهور يقولوا ان الحكم معلل بعلة انه هذا جنب، يعني جانبه المني وخرج عنه، يبقى هنا لما يخرج المني يبقى يلزمه الغسل، ولا شك ان هذا افقه كلام الجمهور ماشي على القواعد الفقهية، ان ده متعلق بخروج المني ولم يخرج المني، يبقى بعد ذلك لما يخرج يبقى يلزم الانسان انه يغتسل. بيقول لنا هنا ابن قدامة وبيذكر كلام جمهور العلماء ويميل إليه، يقول لنا: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية وفضخه بقوله إذا رأت الماء، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، فلا يثبت الحكم بدونه، فلا يثبت الحكم بدونه. والكلام جيد أنه إذا خرج الماء، قال للمرأة إذا رأت الماء فلتغتسل، وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أو لمن سأله قال إذا فضخت الماء فاغتسل.
بيذكر بقى محمد بن قدامة هذه المسألة ويقول لنا انه ما ذكروه من الاشتقاق لا يصح. يعني عايز يقول من قال انه الجنابة بمعنى انتقال الماء او خروج الماء لانه تباعد الماء من محله، بيقول لك لا، وليه ما يكونش ان الجنابة بمعنى البعد عن المسجد او البعد عن الصلاة. ويقال ايضا تباعد المال عن محله، ولكن انهي محل؟ انه خروجه خارج الفرج، خارج الفرج يبقى على ذلك صار الانسان جنبا، مش مجرد انه انتقل من وعاء المني في الانسان، هنا يصير الانسان جنبا. برضو يقول لنا ابن قدامة هنا مراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به، فانه احد وصفي العلة وشرط الحكم مراعا له ولا يستقل بالحكم. يعني عايز يقول انه الشهوة وصف، انه يخرج المني امتى يخرج المني؟ اذا كان شهوة الانسان. ولكن امتى يلزم الغسل؟ امتى يلزم؟ يبقى اذا وجدت الشهوة زائد خروج المني، يبقى هنا وصفان، وصف قد توجد الشهوة ما يخرجش المني، يبقى على ذلك ما يلزموش ولا حتى وضوء ما يلزموش، رغم انهم لم يخرج منه لا مزي ولا مني. ولكن الحكم معلق على ايه؟ ان انسان يلزمه يغتسل اذا خرج منه الماء الدافق وخرج منه هذا الماء بشهوة، علشان نشيل حالة المرض من هذه الصور. يبقى على ذلك يقول لنا اذا كان الحكم معلقا على وصفين فلا يوجد الحكم بعدم وجود الوصفين، فلو تحقق احد الوصفين ما يتحققش الحكم هنا. يبقى هنا هنقوله لو احد الوصفين وهو الشهوة ثارت بالانسان وما خرجش منه حاجة ما يلزموش غسل ولا حتى وضوء. لو ان الانسان من غير لا شهوة ولا غير ولكن مرض حصل له فنزل منه المني، يبقى هنا ما يلزمش هذا الحكم. الحكم لابد من الاثنين، انه يرى الماء ويكون الماء الدافق، خلق الماء الدافق هذا الماء، يرى الماء هذا خارجا منه يكون فيه شهوة للانسان. قال لنا ثم يبطل بلمس النساء، يعني هو نقض الكلام اللي قالوه وقال انه اللي انتم بتقولوه بيقول للبعض من الحنابلة اللي اخذوا اللي هم رجحوا رواية اذا انتقل المني في وعائه من غير ما يخرج يلزم الغسل، بيجاوب بجوابين بيقول لنا ان مراعاة الشهوة للحكم لا يلزم التحقق واستقلالها بالحكم. والحاجة الثانية يبطل هذا الذي قالوه بلمس النساء وبما إذا وجدت الشهوة ها هنا من غير انتقال. يعني بيقول لهم طيب انتم بتقولوا إذا صارت الشهوة وانتقل المني يلزم الغسل، طب إذا صارت الشهوة فقط هل يلزم الغسل؟ ما يلزمش. طيب لو إنه لمس النساء هذا اللمس ناقض للوضوء، ولكن هل لمس النساء يكون يلزمه الغسل بها مع وجود الشهوة؟ قالوا لا ما يلزمش. قال يبقى على ذلك الحكم هنا إذا كان الإنسان سارت شهوته وقد ينتقل المني ولكن لم يخرج منه فلا يلزمه الغسل. يقول لنا فعلى هذا إذا خرج المني بعد ذلك لزمه الغسل سواء اغتسل قبل خروجه أو لم يغتسل. ده حينبني عليها المسألة هنا انه فرضنا انه شعر بانتقال المني فاخذ بالمشهور من قول الحنابلة انه يلزمه الغسل، فعند الجمهور هذا الغسل ليس رافعا للجنابة لانها لم توجد، انسان حس بانتقال المني ولكن لم يخرج المني، فاذا اغتسل في هذه الحالة ما خرجش المني. طب بعد شوية بقى خرج هذا المني اللي كان ينتقل، قالوا يلزمه الان لانه وجدت شهوة والآن خرج هذا المني، يبقى يلزمه الاغتسال الآن. فبيقول لنا ابن قدامة لو فرضنا انه لما شعر بانتقال المني اغتسل وبعد شوية خرج منه هذا المني، هل يلزمه غسل آخر؟ وده كلام جيد، انه الاغتسال الأول لم يرى ماء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فهنا لما رأى الماء خارجا يبقى يلزمه الاغتسال الآن. يقول لنا وقد قال أحمد رحمه الله في الرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني قال عليه الغسل. هنا صورة أخرى، يقول لنا إنسان جامع أهله ولم يخرج منه شيء، بعد ما خلص الجماع قام اغتسل بعد ذلك خرج منه المني، هنا ألزمه بأنه يغتسل. ألزمه يغتسل لأن هذا أثر، كان شهوة موجودة والآن مني يخرج منه. ويمكن المسألة دي تخالف مسألة أخرى هيذكرها بعد ذلك، إن إنسان جامع أو احتلم وخرج منه المني ثم قام فاغتسل، بعد ما اغتسل وخلص نزل منه شيء من المني باقي مكان من الأول، فدي فيها خلاف هنذكرها بعد قليل.
قال القاضي: في الذي أحس بانتقال المني فأمسك ذكره فاغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنة الشهوة بعد البول، قال: فلا غسل عليه رواية واحدة. هنا بيقول انه بعد البول كأنه خروج المني كماء دافق غالبا ما يكون قبل البول مع ثورة او فورة شهوة الانسان، لكن لو انه بعد ما دامع او بعد ما حصل انه احتلم بعدين قام من النوم ودخل فتبول بعد البول خرج منه مني، بعيد ان يكون هذا المني بشهوة، ولكن يقول باقي شيء كان قبل ذلك. يبقى على ذلك لو انه اغتسل بعد الاول ما يلزموش اغتسال تاني، وبيقول لنا هنا دي رواية واحدة. فصل: فاما ان احتلم او دامع فامنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني، هنا في ثلاث روايات عن الامام احمد مبناها على ما قدمه هنا، ان خروج المني وحده هو ده بيلزم الغسل منه، ولا لازم المني مع الشهوة بيلزم الغسل، ولا انتقال المني من غير ما يخرج يلزم الغسل. هنا بيقول المشهور عن احمد في هذه الصورة انه لا غسل عليه. الصورة ان انسان احتلم او انسان جامع اهله بعد ذي خرج منه المني بعدين اغتسل عمل الواجب اللي عليه، بعد ما خلص غسل لقى انه فرجه نزل منه شيء من المني باقي. لا شك ان المني اللي نزل هنا مني، ولكن ما هوش نازل بدفق ولا بشهوة، الان انتهى امر الشهوة باغتساله، يبقى كأنه في هذه الصورة باقي الشيء الاول اللي اغتسل منه، هل يلزمه انه يغتسل مرة ثانية؟ قال لنا عن احمد ثلاث روايات. الرواية الاولى انه لا غسل عليه، لا غسل عليه. قال: وهذا مروي عن علي وابن عباس وعطاء والزهري، وده قول الامام مالك في ذلك والليث بن سعد والثوري واسحاق. الرواية الثانية للامام احمد انه ان خرج بعد البول فلا غسل فيه، وان خرج قبله اغتسل. خرج بعد ايه علاقة البول؟ هو ما ذكرناه من قليل انه خروج البول هيدفع كل المني المولود وتهبط ثورة الانسان والشهوة بتاعته تهبط بخروج البول، فاذا خرج شيء بعد ذلك يبقى معناه كان بواقي شيء ما اندفعش مع البول بقي فخرج بعد ذلك، لان بنقول ان المني بيخرج الماء الدافق من الانسان في وقت شهوته وثورة شهوته ويعقبه فتور، يعقب. فإذا حصل هذا الفتور وتبول الإنسان اللي هيردع الشهوة تاني حالا بحيث أنه ينزل منه مني بسبب شهوة، يبقى على ذلك هذا باقي شيء كان موجودا قبلها، يبقى فيه ما ذكرنا. الرواية الثالثة عن أحمد، الرواية الثانية دي اللي قال لنا لا غسل عليه إلا من شهوة، يعني إذا جدت شهوة جديدة يلزم الغسل. القول الثالث قال لنا عليه الغسل بكل حال، وده مذهب الإمام الشافعي إنه بيعلق الاغتسال من الجنابة على خروج المني، ولذلك عند الشافعي خرج المني من الإنسان بشهوة ولا بغير شهوة، خرج بمرض ولا بغير مرض، خرج المهم إنه مني يلزم أو يلزم الغسل من ذلك. وقدمنا في الحديث السابق إن المسألة بناء على ذلك فيها نظر، إن الإنسان مجرد ما خرج المني طب لو كان مريضا وألزمناه إنه خرج منه المني مع المرض وليس لكونه به شهوة، يبقى هنا هيلزمه كل شوية يغتسل، يبقى ده حرج، وربنا بيقول لنا ما جعل عليكم في الدين من حرج. لذلك الراجح فيها أنه إذا حصل جماع أو احتلام وقام الإنسان فنفذ المطلوب منه شرعا إنه اغتسل، بعد ما خلص غسل لقى شيء كان باقي فخرج من فرجه، الراجح إنه لا يلزمه الغسل مرة ثانية، إنما يلزمه الوضوء. فصل: إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منية قال فلا غسل عليه، وده إجماع أهل العلم زي ما بيقول ابن المنذر، أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، إنسان احتلم نايم شاف في المنام شيء فثارت شهوته وحس إنه احتلم، لما قام من النوم ما لقاش حاجه في ثيابه، ما فيش اثر بلل، يبقى على ذلك ما يلزموش الغسل، وده اللي جاء في الحديث في هذا المعنى. قال لنا هنا ابن قدامه: لكن ان مشى فخرج منه المني، ده شيء اخر، قام من النوم ما لقاش في صبح حاله بس فاكر ان كان في شهوه وفاكر ان كان في احتلام لم يجد شيئا، يبقى ما يلزموش. لكن بعد ما قام مشى شويه نزل منه مني، يبقى الان لا ده كان موجود ولكن كان موجودا بداخله فخرج الان، يبقى يلزمه الغسل. قال لنا: وهذا مروي عن عمر وعثمان،
جاء عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الفجر بالمسلمين ثم خرج إلى الجرف، مكان اسمه الجرف. سيدنا عمر رضي الله عنه صلى بالمسلمين صلاة الفجر وبعدين خرج لمكان اسمه الجرف، فهنالك كأنه قضى حاجته، فرأى في ثوبه احتلام، شاف في الثياب اللي لبسها لا أثر احتلام، فقال ما أراني إلا قد احتلم. إيه الحكم هنا بقى؟ لو إن إنسان صلى بالناس إماما زي سيدنا عمر صلى بالناس وبعدين لما ذهب للمكان وتبول فلقى المني في ثوبه، يا ترى يعيد بالناس الصلاة تاني؟ نقول لا، صلاة الناس صحت خلاص، انتهى أمر صلاة الناس. لكن هنا صلاته هو بقى، هو صلاته اللي ظهر أنها باطلة بإلزامه الإعادة، لذلك عمل إيه؟ قال ما أراني إلا قد احتلم، فاغتسل وغسل ثوبه وصلى. فاغتسل وغسل ثوبه وصلى، ده رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح، وبيقول لنا هنا وروي نحوه عن عثمان رضي الله عنه. فالغرض بيان ان الانسان فرضنا نلقى في ثوبه منيه وهو صلى كذا صلاه، يبقى عيد الصلوات اللي صلاها من بعد اول نومه او بعد النومه الاخيره التي قام فيها. روت عائشه رضي الله عنها، وده حديث عند ابي داود حديث صحيح، وفيه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، وهو كان صلى الله عليه وسلم للمسلمين بمنزلة الوالد، فيقول لهم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فيسألونه ولا يستحيون مثل ذلك، إنه إذا استحي الإنسان ضاع العلم وضاعت العبادة. هيستحي يقول إنه احتلم، طب والحل هيبقى إيه؟ كتير من الشباب تلاقيه ما يعرفش الحكم اللي فيه، بعض الناس عنده 18 سنة ويكون احتلم ويقول لي إنه بيتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي، ما يعرفش الحكم الشرعي اللي مولود فيها لجاهل الناس ولاستحيائهم من السؤال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك، بل القرآن قال لهم كده، أو كنتم إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، عكس المسألة اللي قبل كده ذكرناها. المسألة اللي قبل كده قلنا إن واحد استسارت شهوته وهو نائم وحس إنه خرج منه شيء احتلام، لما قام لقاش حاجة في ثوبه، يبقى نقول ما يلزمكش غسل. لو إن نزل بعد شوية منه مني يبقى يلزمه الغسل عن هذا الشيء. لكن الصورة هنا العكس، إن بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد قام من النوم شاف الثياب بتاعته لقى فيها مني، ولكن مش فاكر امتى الاحتلام ده، ما هوش فاكر ان في احتلام ولا شيء، فهنا يبقى قدامه شيء يقيني ما يبعدش عنه بالظن، فلذلك قال يغتسل، يغتسل في هذه الصوره، حتى ولو ما تذكرش ان كان في احتلام ولا غيره ممكن يحتلم وينسى، يبقى على ذلك طالما اثر المني موجود في السوق يلزمه الغسل. وسئل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد البلل، الصوره الثانيه ان الرجل يرى في المنام انه احتلم وبعد ذلك يشوف ثوبه ما يلاقيش فيه اثر، فقال لا غسل عليه، فقال لا غسل عليه. الحديث رواه ابو داود والترمذي وغيرهم واسناده صحيح. روت ام سلمه ان ام سليم قالت يا رسول الله هل على المراه من غسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رات الماء، اذا رات الماء، وده حديث صحيح زي ما ذكرنا قبل ذلك متفق عليه. فالغرض بيان انه وجود الدليل على الاحتلام يبقى هذا اليقين، راى الانسان البلل في ثوبه لما قام من النوم ولقى اثر الاحتلام حتى ولو لم يذكر شيئا يلزمه انه يغتسل. يقول لنا ابن قدامة فصل، اذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلمه هل هو مني او غيره، مسألة الشك، الشك كأن إنسان من عادته أنه قد يخرج منه مزي، قد يعرق عرقا كثيرا، قام من نوع مش عارف، شايف الثوب بتاعه مبلول مش عارف يا ترى ده عرق ولا مزي ولا مني ولا من أثر ما استنجى لي على ثوبه الماء، ما هوش عارف. في هذه الحالة هو يشك ما عندوش شيء يدل على اليقين، بخلاف الصورة اللي فاتت. الصورة اللي فاتت إنسان قام من النوم لقى مني، عارف ده مني، ريحته مني ومنظره مني، يبقى هنا. لكن في هذه الصورة لا، ده بلل، والبلل مش عارف ده مني ولا ماء ولا ايه هذا الشيء، ما يعرفش. فبيقول لنا قال أحمد إذا وجد بالله اغتسل إلا أن يكون به إبرادة أو لا عبأ أهله،
فإنه ربما خرج منه المذي فأرجو أن لا يكون به بأس. يعني هنا الإمام أحمد بيذكر فيها أنه إذا كان وهو ما لقى البلل فليحتاط لهذا الشيء، فقال وكذلك إذا كان انتشر من أول الليل يعني سارت شهوته وانتصف فرجه، فبيقول لنا هنا أنه لا يلزمه الغسل فيها. قال الحسن أو يقول هو قول الحسن لأنه مشكوك فيه، يحتمل أنه مازل وقد وجد سببه، وإن لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل لخبر عائشة. هنا بقى المسألة اليقين والشك، إنسان لقى البلل والمنظر بتاعه منظر منين، ولكن لم يتذكر احتلاما قلنا له يلزمك الغسل. إنسان وهو نائم حس بشهوته وقام من النوم ما لقاش حاجة في ثوبه، قلنا له لا يلزمك فيه. إنسان وجد في ثوبه أثر المني على هذه الصورة، وجد البلل اللي فيها، بس هنا الصورة اللي بيقول لنا لا عارف إنه مني، بس المني طرد الثوب منه ولا من غيره؟ ممكن يكون لابس ثوب بتاع حد تاني وكان في أثر المني، ممكن ثوبه هو كان من أسبوع حصل إنه أمن فيه وبعدين ما اتغسلش ولبسه هذه المرة، فلما قام من النوم مش عارف ده منه هذه الليلة ولا قبل كده من احتلامات سابقة ولا غيره لبس، يبقى الآن هو شاكك فيها، فهنا الراجح فيها أنه لا يلزمه الغسل بناء على الشك. أيضا لو أنه شك أن ده مني ولا مزي ولا البلة اللي أنا كنت رششها في السوق قبل ذلك ولم يتذكر لا شهوة ولا شيء، يبقى هنا شاكك ولا يلزم الغسل إلا بيقين أنه مني أو أنه يتذكر شهوة قبلها. فعلى ذلك هنا في هذه الصورة يقول لنا إذا انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني أو غير المني يعمل إيه؟ يبقى الأحوص فيها ما قاله الإمام أحمد إنه يغتسل، أما الكلام ككلام فقهي يبقى فيه تفصيل الصور اللي ذكرناها من شوي. قال قتادة يشم، وهذا هو القياس، قول قتادة يشم يعني المعنى إنه المني مش هيخفى عليه، لكن فرضنا حصل وخفى وما هوش عارف إنه ده مني ولا مازي ولا إنه ماء من أثر الاستنجاء وعنده شيء يرجح، الراجح هنا إنه طالما شاكك لا يلزمه الاغتسال إلا بيقين أن هذا مني. بيقول لنا في الآخر هنا والأولى الاغتسال لموافقة الخبر وإزالة الشك، يعني بيقول خروجا من الخلاف وده الأحوط اللي فيه. فصل آخر يقول لنا إن رأى في ثوبه منية وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل، وتواضح إن إنسان عارف هو ده البيجامة اللي نايم فيها الليلة دي قام الصبح لقى فيها منية على مني يلزمه إنه يغتسل. يقول لأن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبهما ولأنه لا يحتمل أن يكون إلا منه. طيب والصلاة بقى، الصلاة يعمل إيه لو إنه في العشاء بيبص في الثوب بتاعه لا أثر المني، الأمر إيه الآن؟ يقول لنا يعيد الصلاة من أحدث نومة نامها، لأن الاحتمال الغالب والله نام الظهر في وقت القيلولة نام بالليل، يبقى يا إما هنا في صلاة العشاء إذا قلنا آخر نومة نامها يبقى وقت القيلولة يبقى هيلزمه عيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لو إنه من نوم الليل يبقى على ذلك يلزمه عيد صلاة الفجر أيضا، فهنا بيقول له إن من آخر نومة نامها، لعله نام بعد العصر واحتلم مش هقول له بقى من صلاة الفجر عيدها، يبقى هيعيد صلاة المغرب والعشاء فقط، ده معنى كلامه يعيد الصلاة من أحدث نومة نامها إلا أن يرى أمارة علامة تدل على أنه قبلها، إذا رأى علامة تدل على أنه قبل ذلك يبقى يلزمه أيضا إعادة الصلوات السابقة، زي ما يلاقي مثلا في الثوب الخارجي بتاعه أثر احتلام ما هوش في الثوب الداخلي، فهنا يتذكر والله الثوب الخارجي ده كنت نايم فيه قبل الفجر يبقى ده من بالليل ما هوش من نومة الظهر أو من نومة العصر، يعني إذا وجد أمارة علامة على أن ده من وقت معين يبقى يعيد الصلوات من بعده. يبقى الصورة الأخيرة اللي بنذكرها إذا إنسان لقى في ثوبه أثر المني يلزمه الغسل، لكن إذا كان المني ده قديم يا ترى من إمتى؟ من صلاة الفجر ولا من الظهر ولا من العصر؟ يبقى نشوفه أنت نمت آخر نومة إمتى نامها؟ من عند هذه النومة يعيد الصلوات اللي صلها. يقول إن كان الرائي للمني غلاما يمكن وجود المني منه كابن 12 سنة
فهو كالرجل يعني فرضنا ان في ثوبه وجد المني، يبقى على ذلك يلزمه انه يغتسل ويلزمه انه يصلي. ولابد من تعليم الاهل، يعلمون من قارب الاحتلام المراهقه انه يعرف احكام الاغتسال واحكام المني حتى يصلي، ما يقعدش كذا سنه هو مستحي يسال واهله ما بيعلموهوش وتلاقي صلواته كلها باطله والاسم على اهل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا في الحديث مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر، يبقى على ذلك هنا أمر الأولاد بالصلاة لسبع سنين، اضربهم على الصلاة لعشر سنين. أنهي صلاة؟ الصلاة الصحيحة اللي أمر الله عز وجل بها. هتعلموا الصلاة يبقى هتعلموا الوضوء، هتعلموا الاغتسال، أحكام التي تتعلق بالصلاة وبصحتها. قال: فأما إن وجد الرجل منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم فلا غسل على واحد منهما. يعني هنا لو إن إنسان كان بيلبس ثوب وأخوه كان بيلبس هذا الثوب، وبعدين لقى مني، يا ترى مني ولا منه؟ من مين؟ أو على الفراش وجد الأثر اللي كان نايم عليه هو ونام عليه غيره قبل ذلك، هوش عارف منه ولا من غيره. فقال لنا هنا طالما دخل الاحتمال ومفيش يقين فلا يلزم الاغتسال. لكن هيحط مسألة أخرى فقهية، إنه الموجود هذا على الفراش أو على الثوب هذا مني يقينا، يبقى واحد منهما يقينا كان على جنابة، هل يصح أن يأتم أحدهما بالآخر؟ هنا بيقول لنا لا، ليس لأحدهما أن يأتم بالآخر، ليس لأحدهما أن يأتم بالآخر، إنه اليقين إنه واحد كان على جنابة، لكن مين؟ ما يلزمش واحد من الاثنين الاغتسال بالشك، ولكن الاثنين ما يصلحوش ان لا ده يؤم ده ولا ده يؤم ده، لان هيصلوا صلاه كل من هو مستيقن ان الاخر هو اللي على جنابه مش هو، او ان احدهما كان على جنابه. قال لنا هنا: كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح، يعني اثنين مع بعض سمعوا صوت ريح وشموا رائحه ريح، بس مين من الاثنين؟ مش عارف، كل واحد يقول التاني مش انا، يبقى هنا ده كل واحد شاكك في وضوء الاخر فحضر وقت الصلاة، ما يصحش ان يأتم احدهما بالاخر، لانه يأتم بمن هو عنده صلاته باطلة. والله اعلم، نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.